مالي حاساه برتيبة دي حالة مش عادية لتجنن معاك. خلص مرحبا، وهذا أول فيديو إلنا بالعربي والفخر إلنا طبعا. أنا عمار وأنا ريم وخالي ريم ويانا اليوم همنا جدتك. فاليوم قلنا نسوي الفيديو بالسيارة. لا والله مش منه، يعني ما كنا حنعمله بالبيت بس شوية ضجنا من جو البيت يعني. أيوة. فقلنا نطلع شوية، وهلا أكلنا بمطعم يعني مش إنه ظهرنا وشبعانين همنا فوقها كلها. هسه تعرفون شنو؟ فد قهوة وقماطير بعد. فتذكرون بالتوك توك، نعرف اسمه تيك توك، اسمه تيك توك يعني نعرفه. فشفنا بالتوك توك لما خلينا هذا الفيديو انه تسألون وتخلوا اسئلتكم وراح نجاوب عليها كلها، يعني احنا ما بنستحي ولا شيء. فيك تجرب تحكي لبناني؟ واني احشينا على عراقي. اذا مستحيل عراقي. يعني انا الحقيقة شنو؟ كنت انا مولود بالعراق، وبعدين انتقلنا لسوريا ورا الحرب، وبعدين طلعنا على السويد وهسه عايشين بالسويد. وهي قصتها غير قصة، بس انا تعلمت يعني اللهجة. ايش دلكم حرب وزل؟ وين بستوكهولم؟ لا انا عشت الحرب تموز. انا خلقانة بالسويد، خلقانة بالعاصمة ستوكهولم، وربياني كل عمري هون، بس كتير بنزعل منين من هيك نعرف تعلمنا الحكي. فبننزعل منين كل سنة. و2006 علقت بالحرب، حرب تموز. والله طلعها عشت الحرب حقيقة. شنو؟ أنا أصلاً ما عايش حرب، أنا بس ركض منا ومنا. شرط. صارت حرب بالعراق، طلعت هسه سوريا منا. لا بس ما شفت حرب سوريا حقيقة، يعني صار لي 11 12 سنة هنا. ويلا هسه عوف هاي الشغلات كلها، فخلينا نروح على الأسئلة مالتكم اللي سأليها. فرح نختار كم سؤال، واكو عالم كاتبين الأسئلة بالسويدي بس رح نترجمها لكم بالعربي. وهاي القناة راح تصير بس بالعربي، لأن أنا أصلاً فيديوهات سويدية ما أريد أسوي بعد أصلاً. حياتي ما بدي. لا بتشول بالك. أوكي. أول سؤال جاينا من موناس وورلد. مونا سألتنا فوتر فرسني فشتغون، وين أنتوا تعرفتوا على بعض يعني؟ تريدين تجاوبين على سؤال وأنا أجاوب على سؤال؟ أوكي مش مشكلة. أوكي يعني كنت أنا أجاوب وأنت تجاوب. عامة. هلا قلت لي انت الرجال يبلش. لا هون في مثل يقول انه ladies first. يلا خليها تجاوب على هذا السؤال. شلون احنا تعرفنا على بعض؟ انا نقلت على نقلت على منطقه اسمها يوتيبوري بالسويد، محافظه، وبلش اشتغل هون بمعمل اسمه فولفو للسيارات، معروف اكيد. وبقلب المعمل في كذا محطه واحد بيشتغل فيها. شو عم تدور؟ بدور على سيارة فولفو. في كذا محطة، وإذا بنبلش محطة واحد لمحطة عشرة مثلا، بس هم تقريبا 100 محطة. إذا مو فوق 100 محطة، وبكل محطة موجودين تقريبا 20 شخص. فأنا 40 بالضبط. فأنا كنت أشتغل بمحطة نقول رقم 4، وعمار كان يشتغل بمحطة 2. فقام عور إجره بالشغل، فاضطروا ينقلوه على محطة رقم 4. ومين كان واقف هونيك عم بيعمر السيارة؟ ملكة جمال لبنان. عمر انت ملك جمال الدنيا. فكنت واقف هونيك وجيت واستقبلت بمحطة عنا، واهلا وسهلا فيك وبدنا نعلمك الشغل عنا، لانه كل محطة بتعمر شيء مختلف بالسيارة. فوين اكتر شي التقينا؟ على اللمبات. ايه يعني حبينا بعض نحن نعمر اللمبه تاعت الفولفو من ورا، هي بتضوي هي حقيقه. او بالبدايه كان شويه ضايجه مني، لان انا يعني اجيت لهاي المحطه بس ما كنت رايد اتعلم لو ابقى بهاي المحطه، فكنت هيك دا اضحك عليهم يعني. فهي حست، فقامت شويه تضوج انه هذا جاي حكي يعني ما يريد. ايه مش بس هيك، انه اول شيء مش ماخذ الشغل جده، كان كثير هيك مسخرجه. وتاني شيء كان كتير يعني كل ما انا عم بحكي مع حدا، مثلا عم بحكي مع رفيقه اللي كان يشتغل معه، فجاه يقطعنا عن حكي، ايه وانت منين انت؟ وكلبه بن كلب ما يستحي يحكي ويا زوجتي.
بس ما كنا نعرف بعض قلبه. بس يعني كان القدر مكتوب قدامي. فكنت حاسه انه مزعج. كوين ما كان يطلع له وفجاه يحكي وبطل يسكت. فهونيك بلشت القصه. اوكي فهو هذا اول سؤال اللي كان جاينا من منى. واكثر سؤال منى سوورلد. شكرا منى على هذا السؤال الحلو. بس انا ببوس لمنى مش انت. انا ابوس الولد. شاق شاقع. انا ترى ستريت لاين. نبش على السؤال انت. أوكي. بس انا بس بدي اقول انه هذا بس انه كتعارف. عم نتعرف على بعض على يوتيوب. حنجاوب على الاسئله اللي سالينه بالتيك توك بس. بعدين حيكون في شيء ثاني اكيد. اكو واحد كومنت جاينا من اسو 121 والكومنت قايل هو انه تقريبا نفس السؤال مال منى. بليز طلع تعليقي باليوتيوب لمره. بس شلون تعرفتوا على بعض؟ يعني حب اما لا؟ حبينا بعض لو تزوجنا وبعدين حبينا بعض. تفهمون شلون؟ يعني تقليد بعض. العربي شلون؟ لا ما كان تقليد عربي ابدا. لا ما كان تقليد عربي. حبينا بعض من فتره انه فتره منيحه لحد الان. فهذا السؤال من اسو كان جاينا. انتم مسلمين ولا مسيحيه؟ مين سائل هالسؤال هون؟ نور اشكير. احنا مسلمين وهي شو اسمه شيعيه وانا سني. وانا افتخر بشيعيتي وهو يفتخر بسني. بس الحقيقه انه احس ان هاي شغله فرقت بين العرب. فاني ما اقول غير مسلم وهي ما تقول غير مسلمه وخلص. ولا يعني مره من لما تعرفنا بعض اتنقرنا بهالموضوع. مستحيل. فلا تفرقون ببعض وحبوا بعض لان بالاخير انتم من نفس الدين ونفس العالم ونفس الدول. فهذا جوابنا النور. عندنا سؤال من هلا دهان. هيلينغ اني بارت سفر. ايش قد صار لكم عايشين بالسويد؟ فمثل ما قلنا ببدايه الفيديو انا صار لي تقريبا 11 12 سنه وهي مولوده هنا. امبورتن بونت 00 يعني امبورتن 00. عندكم جهال ولو راح تخلفون وش وقت راح تخلفون يعني جهال؟ عندنا ثلاثة الله يخلي لنا اياهم. عمار عمار وعمار. لا معنا وان شاء الله ان شاء الله بالمستقبل يعني بالاول نعيش. لازم نعيش يعني بعدنا صغار عمر يعني. ايش قد اعماركم من نينا قوي؟ انا 24 راح اصير 25 وهي 24 راح اصير 25. تقريبا بنفس العمر. احنا نفس العمر وخلقانين بنفس الشهر تقريبا. تقريبا ايه 15 يوم فرق بيناتنا. وبنفس السنه يعني اثنيناتنا الشهر الجاي بكون عمرنا 25 بالضبط. ليش تحكون سويدي بالقناه مالتكم ومو عربي؟ جاي من يوزر. اهم شيء اليوزر. هون يوزر 2-1 الله يخليكم غيروا اسماءكم. بحبكم كثير. حقيقه انه قبل ما نبلش بالتيك توك كان البلان مالتنا نسوي بالسويدي وسوينا فوق ال 11 فيديو بالسويدي. فورا ما بلشنا بالتيك توك وشفنا انه ايش قد انتم تحبونا وتريدونا نسوي القناه بالعربي فسوينا وداع كبير للغه السويديه والقناه السويديه. فهسه قناتنا راح تصير كلها عربي ولا يهمك. كمل حكي انت. طيب انا اسال ابو على الاسئله. خلاص انت كمل حكي. انت ما اشترك قول بطل يسكت. شو جيرل ميمي اسمها. شو ابراجكم انت وعمار؟ انا الخنفسانه وهي الحمار. تعرفين ابراجنا؟ ايه انا التوأم. هم شكلين. واني شو يسموه؟ العقرب. زين. سوزيت ان واي. ما راح اسال شيء غير اقول الله يحفظكم وان شاء الله تكونون هيجي لما تصيرون 100 سنه. ريم وانت عسل واخويا عمار مثل ما يقولون لبنانيه مهضوم. شكرا يعني صدق هاي الكومنتات صدق 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 نحبها. ايه عن جد. يعني ونريد نجاوبكم كلكم بس يجينا هالقد. فاكثر شيء اذا نقدر نسوي اذا نحب الكومنت مالتكم. فحسبوا انه احنا بدنا نجاوب على هذا الكومنت. مع بوصل. انا بس بدي احكي عن موضوع البنات العراقيات. انت ورا ورا ما تدخل حبيب قلبي. هي مشكله. لا خليكم حبيبي.
بس نزل، انا نزلت فيديو مره على التيك توك و اكيد اجاني حب واهتمام كتير، بس اجاني كميه الكره، وهو فيديو كتير يعني مسخره. ياو عامله حالي عم بقلب الدولمه. يعني العراقيات الحقيقه انه هوايه انه عبالهم بيوسخوا برضه من النهار. عامله حالي عم بقلب الدولمه، واخر شيء بفتح الطنجره بقول لهم لا ما حضرتوها حمص. بما انه جوزي عراقي وبحب اهتم فيه وهيك، اللي من الصبح بطبخ له دولمه. فرجيكم عليها بس بعت لي حمص شوربه. ما اتقلى وشو شاطره بعت لي حمص يي من منظر. اسمعوا تخيلوا اعمل شغل حمص بالتبوله الدولمه. وكميه الكره اللي جايتنا من البنات، ايه انتوا عشو ما كنتي عراقة، وايه انت ما بتسوينا، وايه بس بدي اقولكم نحنا معنا مشكلة مع حدا، ومنتمنى ما حدا يكون عنده مشكلة معنا. نحنا عم نتمسخر الزناخة. انا ما اخدي عراقي، يعني اكيد بحب العراقية بالضبط. ما في اي كلها شقة يعني كل انت ما منزل التيك توك على مود تكتب هذا ما حلو، وانت اذا ما عاجبك حبيبي اطلع من الصفحه والقى غير صفحه تحبها. هذا هو بلا ما تفوتو. ليش تضيع وقتك وتاكل لك بلوك؟ يعني مش اشطر مني بالبلوك. انا انتوا بتقعدوا تحطوا 10 اي على الكومنت، انا محيه بنص ثانيه وشيلكم. انه ليش وبعد ابد ما انا وحيات الله ولا مره فتح صفحه حدا وكان هالشغله مش معجبتني او الشخص، اقعد اكتب له كومنت. ليش اضيع وقتي؟ ما بشيله. انه بس تعلم هنا نصيحه لكم، لانه تخيلوا اكثر شيء بنات العرايات اللي بتقول لو ماخذ لي احسن، ولو ماخذ عرايه احسن، وانت بتسوي اجر العرايه ولا ماخذ عرايه. طب هو لو بده وحده عرايه كان راح اخذ، وبعدين وحده مثلك باخلاقك عم تكتب هيك كومنت، هو شو بده يطلع فيك؟ ثانك يو. بوصلك اللي بحبنا كده. وطبعا ريم تحب العراقيات، يعني ما عدا اي مشكله. لا يعني اكثريتكم يكتبون شغلات كلش حلوه. عم بحكي على الكره. هذول اللي كرهونا اصلا ما يسوون لا فولو ولا شيء، وجايين بس يكتبون شغلات ما حلوه. ما ليك ما تغاروا كثير وما تحسدوا كثير. ماريا ميسا كاتبه فيفورت كابل اون تيك توك. ثانك يو. شكرا. شو وقت ترجع للعراق؟ اريد ازور العراق طبعا، اريد ازور. كان عمري يمكن 9 سنوات لما طلعنا منك. اريد ازور العراق، ويعني اريد اروح اشوف مدرستي القديمه، اروح اشوف هاي الطرق اللي كنت امشي بيها انا صغير ويا ابويا. اكيد بس يعني هسه عندنا غير مخطط، يعني رايحين هسه بالاول راح ننتقل لدوله عربيه عن قريبا ان شاء الله ورا هاي الكورونا، ما كورونا تخلص، وبعدين الله كريم اكيد نزور العراق 100%. كورونا يا كورونا واجيبها وياي عم تعلموها دولمة. لا كونا لا ما بدي اتعلم الدولمة. يا عم انتو شو يعني معقول تجي وحدة عراقية تقول لي ريم انا ما بحب الطبولة قوم بهدلها؟ انا سوري ما بحب الدولمة. ما 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 هذا هواية شايف هذا كومنت. وعمار ما بحب الدولمة، شو رايكم؟ عمار انت منين؟ من العراق جاي من اس ام 2019 ام اس. انا من بغداد سامرائي، ابويا سامرائي يعني سامرائيين احنا. واجانا هلا بلا ما ننبش عليه بس اجانا كمان نفس الشيء. انت من وين؟ من لبنان. اهلي من جنوب. هياته من فان ماندك. انت من وين؟ انت من وين؟ انا من جنوب لبنان، من ضيعه اسمها تفاحته، وما بعرف اذا بتعرفه بس بتجي بين الصيدا والنبطيه اكثر منك. ما في فسر. ايوش 6767 كاتبه صفحه على الانستا. انا هسه عندي صفحه على الانستا بس ما رياضه، وتقدرون اكيد تتابعوني هناك، ودائما اخلي صور. هو مدرب رياضه. انا اسمي انا غير الفولفو، كل واحد غير الفولفو عنده شيء يعمله. بعمل فيلش كبر بنفخ، اسمي ليبس بايرورو، وصفحتي الخاصه اسمها ريم عموره. راح نخليه كل التاج هنا تقدرون تشوفوا. هنيك ما بحط كثير قصص يعني، لانه ولا مره حبيت الانستغرام وهيك، بس ممكن هلا اصير نزل وفرج اكثر. اوكي، عندنا سؤال من يوزروم. وين عايشين؟ احنا عايشين هسه بالسويد بيوتوبوري، وترى يعني صايره فد شيء
ماذا يدخل العقل يعني. صح انتم بدنا نشوفكم بالتيك توك وبدنا تسوون لنا فولو وبدنا تكتبون، بس يعني ماذا نستوعب انه انتم العالم بدنا نشوفهم برا. قد ما عم نكبر بشكل مش طبيعي ما عم نقدر نفوت الارقام براسنا بالضبط. يعني في على نحن عنا كم فيديو يمكن 2 أو 3 في عليهم 1.5 مليون مشاهده. صدق شيء ماذا يدخل العقل يعني. فما نحن هالرقم ما عم نفهمه ولأن بعد ما عودينا على عيشتنا القبل من طار ما حدا يعرفنا، فنحن ننبسط نحن عم نعمل شغلة عم نستمر لحنو عم نشوف حب تبادل. تبادل هو بالأخير. وين أهلكم عايشين؟ هي أهلها عايشين بستوكهولم محافظة بالعاصمة ستوكهولم. واني أهلي عايشين هنا قريبين يوتيوبري. كم طولكم ووزنكم؟ عن جد؟ اوكي. مهدي علي 12. انت تكرم عينك يا مهدي. انا طولي 186 وزني تقريبا 97. وانا طولي 164 ووزن شي 66. وشو اسمه؟ اجانا كمان سؤال شو لونكم المفضل؟ ايه صح ما نسيت. اذا كثير يعني مهتم للقصص. اوكي ليش لا؟ انا ما عندي لون مفضل، اسود. ابيض اسود احلى شيء. لون رصاصي همين كلش حلو. ما عندنا شيء يعني. هم مفكرين زورن العراق اكيد. شيل الرموش ما حلوه. اسمع بس. اوفي 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 اوفي. شوف اسمها مخلوق. اسمها تمارا. تقبريني يا تمارا تكرم عينك. بعد بتحبي شيء؟ قولي لي ما تستحي مش الضفيره. ايش تشربين تمارا؟ نجيب لك شيء. طلع شقلي. هاي تقريبا الاسئله ليش؟ كلها. ليش؟ اسمعوا اسمعوا اسمعوا، ليش هيك حواجبك؟ احنا قلنا لكم لا تدخلون بموضوع الحواجب. بتعرفي شو حرد علي؟ حرد على الحواجب. انا حواجبي هلا كثير فاتحين. من سنة تقريبا كانوا هيك هالقد اسود، بس مع اني الي كل عمري شقرة من انا وصغري يعني من 10 سنين لورا بصبغ اشقر بصبغ بصبغ معاش لابقين على وجهي قد ما كانوا سود. اوكي فهمنا؟ هاي شغلة واضحة. جيت بدي اعملهم بني ما فيي لانه سود. بدي اعمل ليزر، جلسة الليزر مش بيوم وضحاها كلهم بيكتبوا لي اوكي الك قديش بتقولي ليزر؟ طب هي بدها 4-5-6 أشهر وجلسة كل شهر حتى صاروا قد خفاف. بقولكم اذا تروح فوق الست شهور انا رح اصبغهم بعد. بعد لا والله على ريحتك. بعد جمعتين ثلاثة حامل بعد جلسة يصيروا افتح من هيك وبرجع بروح عند وحده منيحة وشاطرة بتعمل حواجب بني مثل الخلق. فهمتوا؟ هو هذا ان شاء الله. هاي قصة الحواجب. مش زعجين انتوا ليش زعجينكم؟ خلصنا كل الأسئلة؟ هاي الأسئلة تقريبا كلها لأن هواية أسئلة كانت متشابهة. فمن الفيديوهات القادمة أكيد راح تصير فيديوهات كلش حلوة. ومثل هاي كنا نسويها بالسويد راح نسويها هسه بالعربي. فلا تنسون تدوسون على هاي السبسكرايب، تشاركونا وتحطون لايك على الفيديو. وأكيد ميرسي عن جد على كل الحب. وأكيد تقدرون تخلون كومنت. أي شيء تريدون نسويه لو تريدون تشوفوه حطوه بالكومنت ونشوفكم بالفيديو الاخر. مع السلامة.